وللحديث أكثر عن الموقف الأمريكي المعاكس للرغبة العربية بعودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري وليد قدو. حياكم الله أستاذ وليد. حياك الله أستاذي، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ وليد. يعني في ظل التحركات الدبلوماسية العربية والإقليمية لإخراج النظام السوري من عزلته، هل ترى أن المسائل العالقة بين الأطراف باتت الآن يعني متفق عليها وقد حلت، كالإرهاب والمخدرات وعودة اللاجئين أيضا؟ شكرا أستاذي، مساكم الله بالخير أنتم وجميع المشاهدين والمستمعين. طبعا لا، المسائل لم تحل، ولكن يبدو أن هناك تلميع جديد للنظام، وهناك مهمة أخرى ستوكل لرئيس النظام أو ما يسمى بالنظام السوري لكي يؤديها مؤخرا بعد أن دمر كامل البنية التحتية في أغلب المناطق السورية، وبعد أن يعني سلم رقبة الشعب السوري لجلاديه. فهناك يبدو أن مهمة جديدة، وهذا الذي تم العمل عليه، وإعادة الأطراف المعنية لإجراء ما يسمى بالمصالحة التي نسمع بها في الآونة الأخيرة. ما ملامح هذه المهمة التي تتحدث عنها؟ يعني هو أصلا بقاء سوريا أول شيء على هذا الوضع الذي هي فيه هي من مصلحة إسرائيل أو ما يسمى بإسرائيل بالدرجة الأولى. ثانيا، بقاء المنطقة مرهونة لهذا الوضع أيضا من مصلحة أمريكا ومن يعني يدور في فلكها، في ظل الآن احتدام المعركة الانتخابية في تركيا. هم يريدون أن يطمئنوا على الوضع التركي بالطريقة التي يرونها، وبالتالي يعني ابقاء هذا الوضع الى اشعار اخر هو الان يعني هو ما يهمهم في الدرجه الاولى. ولكن يعني بقاء، انا ارى ان النقطه الاولى هي بقاء سوريا على هذا الشكل لو دام عشرات السنين هو افضل لما يسمى لاسرائيل. نعم. اذا كيف تقرا الرفض الامريكي للتطبيع مع النظام وعودته الى جامعه الدول العربيه؟ هو فقط لذر الرماد في العيون سيدي الكريم. أصلا لا يمكن أن يحرك العرب ساكنا إلا بموافقة أمريكا واللوبي الصهيوني. هذا كله يعني هي هل 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 هناك إنسان منصف وعاقل يعتقد أن هناك دولة عربية وحتى غير عربية في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، يستطيع أن يحرك ساكنا بدون أمر من أمريكا؟ مستحيل. حتى التدخل الروسي ويعمل لصالح الإدارة الأمريكية. فبالتالي هم يريدون أن يقولوا لنا نحن لا نريد أن نسوخ النظام السوري، لا نريد أن نسامحه على جرائمه التي فعلها بالشعب، فقط لذر رماد العيون ولكي يبرروا مواقفهم أمام شعوبهم أنهم لا يدعمون حاكما دكتاتوريا. وفي الحقيقة هم الذين يحركون ما لأنه لما الدول العربية طردت النظام من جامعة الدول العربية وسلبته مقعده وبقي فارغا إلى هذه السنوات حوالي 13 سنة تقريبا، لم يغير، بالعكس زاد إجرامه إجراما. يعني أول ما بدأت الثورة حرموه وطردوه من جامعة الدول العربية وأغلقوا بعض السفارات. الآن لم يتغير شيء، بالعكس زاد الطين بلة كما يقال والإجرام إجراما. فعلى أي أساس ترجعونه إلى جامعة الدول العربية؟ على أي أساس؟ إحنا عندنا مثلا لك شو عدا ما بدأ، ما الذي تقدم فيه النظام نحو إصلاح سياسي، نحو مصالحة مع شعبه، نحو تداول الحكم، يعني نحو وقف الإجرام وضرب البراميل، ما الذي تحسن؟ بالعكس الأمر زاد سوءا. فبالتالي جاءتهم أوامر أمريكية بإعادة النظام السوري إلى جامعة الدولة ولكن وتسويقه من جديد. نعم سيد وليد، ولكن يعني كيف يمكن فهم هذا الانفتاح العربي إن صح التعبير باتجاه نظام الأسد وتقديم لربما يعني التسهيلات له في مجالات محددة، وفي ذات الوقت واشنطن تؤكد على بقاء عقوباتها عليه؟ كيف يمكن فهم الأمرين؟ يعني هذا الذي نقول عنه أنه هو لذر الرماد في العيون، يعني هو تناقض بلا شك تناقض، ولكن حقيقة هم سيسوقونه بعد قليل. وأنا لا ننكر أن هناك بعض الدول كالكويتي مثلا وقد يكون المغرب وغيره، يعني بعض الدول تعد على أصابع اليد الواحدة، ليس لهم يعني رغبة حقيقية في عودة النظام إلى ما كان عليه. ولكن يعني بصراحة يعني في هناك ضغوطات من إيران ومن روسيا ومن الصين
ومن أطراف يعني أخرى غير مباشرة. وإسرائيل أيضا، إسرائيل لها دور كبير في إبقاء كما قلت الوضع على ما هو عليه. فبالتالي الآن الدول العربية التي كانت أشرس يعني علاقتها مع نظام سوري على أشد ما يكون، فجأة بين ليلة وضعها صار في تبادل دبلوماسي وفتح سفارات وما شابه ذلك، وبالتالي الأمر يعني هو في تسوية معينة قد يعني يتم الآن، ستظهر بعد الانتخابات الأمريكية، بعد الانتخابات التركية ستظهر معالمها. ولكن كما قلت هذا كله لذر رماد العيون، هناك مخطط يجري تنفيذه وبشكل متسارع لتلميع النظام وإعادة وتأهيله من جديد، وقد يكون يعني أرادوا أن يجعلوا فيه بعض الفسيفساء كما يقال، فيطعموه باقتراحات كما قرأت بالأمس وقبل أمس تسريبات أن هناك قيادة جديدة وهناك مسؤولين جدد وهناك يعني تدويل للحكم وإدخال عناصر ثورية كذا، واختاروا لها بعض الأسماء المشكوك في ولائها للثورة السورية وإلى آخره. ولكن هذا أمر أظن سيظهر قريبا خلال نهاية هذا الشهر أو بداية الشهر القادم بعد الانتخابات التركية، والله طيب. أعلم. نعم، بحسب وكالة رويترز السعودية عرضت على بشار الأسد 4 مليارات دولار للتخلي عن تجارة الكبتاجون، يعني كيف تتوقع أن يرد نظام الأسد على هذا العرض؟ مستحيل يا سيدي، هو يحصل أضعاف هذا المبلغ، فلماذا يرضى بالأربعة هذه تعتبر يعني وكانوا يدفعوا له 4000 ما لا قيمة لها ويحصل أكثر. أمر آخر، هو أصلا هو يعني ليس بحاجة إلى من يدفع له يعني مصروف جيبي، يعني هو حاكم بأمر أعداء الشعب السوري، هو حاكم بأمر أمريكا وإسرائيل، له مهمة تخريبية تدميرية، فبالتالي هو يأخذ راتبه وراتبه موجود في بنوك أجنبية، هو الآن ينفذ مشروعا لا يحتاج، فمشروع هو تخريب العقول، نشر المخدرات في الشعوب المجاورة في سوريا وفي الخليج وغيرها، هذا المخطط الذي يعمل له، هناك من يدفع له مليارات كبيرة أضعاف المبلغ الذي تدفعه السعودية، أو السعودية تحاول أن تبعد الأذى عنها وعن شبابها وعن دول الخليج، ولكن الحقيقة الأمر هو منفذ لتعليمات تأتيه من هنا وهناك. ولكن بالمقابل ألا ترى أن هناك لربما خطط واضحة واستراتيجية لكبح جماح هذه التجارة، تجارة المخدرات التي يعد الأسد أحد أباطرتها فعلا؟ نعم نعم مظبوط، يعني أنا لو كنت حاكما خليجيا أو عربيا ومجاورا لسوريا أسعى، إذا كنت وطني قائد وطني يعني أسعى إلى منع هذا الدمار وهذه النار اللي هي نار المخدرات أن تصل إلى شعبي وإلى إلى 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 أبناء دولتي. هناك مساعي حقيقية، ولكن حقيقة هناك يعني كما يقال هنا الحكومات العميقة التي موجودة في كل دولة، هناك حكومات عميقة عالمية تريد أن يعني أن تعمل على أجندة معينة، لا يهم في الظاهر يتظاهر كثير من الدول أنهم يحاولون القضاء على تجارة هذه المخدرات وغيرها، ولكن هناك من له مصلحة باستمرارها ولكن لا يستطيع أن يعلن عن نفسه، فبالتالي يتكلم كلاما يخالف الواقع يعني، فبالتالي في رغبة حقيقية من البعض، ولكن هناك من له رغبة أن تستمر هذه التجارة عن طريق سوريا أو غيرها من وكلائها في المنطقة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري وليد قدو، شكرا جزيلا لك.